اوكي جود مورنينج سابع، خلينا نكمل ان شاء الله اللي هو بيج 19 اللي هو الصفحه 19 كتاب ملون يونت 2 ذا مان ات ذا فاونتينز. امبارح وصلنا لهون. اوكي خلينا نكمل. As if he felt Philip's eyes on him. عندما وقعت عيني فيليب على الرجل. The man turned towards the fountain. اتجه باتجاه النافورة. An ice cream seller. كان هناك بائع للمثلجات. Pushed his cart. كان يدفش اللي هو عربايته. Cart across the square. خلال أو عبر المربع. And stopped in front of the fountain. ووقفت أمام الفاونتين اللي نافورة. Philip could no longer see the man. أصبح غير مستطيع أنه يرى الرجل. تمام؟ When the ice cream seller moved. عندما تحرك بائع المثلجات. On the man was gone. ذهب الرجل. طبعا هون the man هم قصدهم على الثيف. تمام يا سابع؟ Philip frowned again. عبس مرة أخرى أو تجهم مرة أخرى Philip. يعني زعل. Perhaps he knew I was watching him. هون هي عائدة على the thief. تمام؟ وآي هون عائدة على Philip يا سابع. I was watching him. هم عائدة أيضا على the thief. كان هون بفكر بحاله ممكن إنه هو يعرف إنه أنا كنت أراقبه. I was watching him إنه أنا براقب فيه. He thought. هو اعتقد. Just then. بعدين. Philip spotted a movement among the trees at the edge of the square. إذن خطى خطوة. Among the trees عبر أو من خلال الشجرة أو إلى الشجرة at the edge بنهاية حافة السكوير المربع. The thief was darting towards the main street. كان يذهب بعيدا أو ذهب بعيدا باتجاه الشارع. That led away. كان يقود بعيدا from the square من عن المربع. It was at that moment. كانت هاي اللحظة that Philip decided to follow him. هم عادي على the thief. تمام يا سابع. بهاي اللحظة قرر فيليب إنه اللهم صل محمد إنه يرج إنه يلاحقه. يعني بهاي اللحظة لما شافوا إنه ذهب بعيدا من الشارع الرئيسي تبع السكوير، بهاي اللحظة قرر فيليب إنه يتبع اللص. هون يا سابع عندنا هي open ended، يعني نهاية مفتوحة لسه ما خلصت. so اللي هو هلأ كمان شوي بدي أكتب لكم اللي هم the element of story، حبعتكم إياها بورقة عمل. هلأ هون بالقصة راح نستنتج شغلة the element of story اللي هي حكينا the characters. تمام، مثال على الكاركترز اللي هو Philip the thief the ice seller ice cream seller newspaper seller the cousin the thief حكيناها. إذن هذول كلياتهم كاركترز. وعندنا كمان the place with time. the place اللي كانت اللي هي at the mountain أو sorry at the square near the mountain. أوكي هلا time كانت هي عبارة afternoon، لأن زي أنت بتطلع هون هو بعد الظهيرة. تمام هلا الأيم من القصة هاي شو الهدف من القصة أو المغزى، وكيف كانت الconclusion اللي هي خاتمة القصة. طبعا هنكتب عندها اللي هي open conclusion أو open ended، هي مفتوحة لأنها لسه ما عرفنا شو صارت بالنهاية. والأيم كمان شوي بدنا نعرف ليش هو شو الهدف من هذه القصة. تمام يا سابع. هلأ بالنسبة للإيمنت في ستوري حكتب لكم إياها مبرعة وأعطيكم إياها على المنصة إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية سابع.